طيب نجي على يونت 110 وعندنا ايضا word order ترتيب الكلمات. هنا عندنا adverbs with verb ظروف ويا افعال. يعني هنا دا يحكي لك على ان الفعل يجي ويا الظرف. وهنا خلينا نكتب ملاحظة للظروف عدة مواقع. الظرف لها أكثر من موقع، ولكن للظروف عدة مواقع منها أن يأتي الظرف قبل الفعل منها أن يأتي الظرف قبل الفعل. مثلا إيميلي always drives. هنا always هو الظرف إجاني قبل الفعل. الجملة الثانية we were also العفو الأخيرة we will probably be cancelled. probably هو الظرف و cancelled هي الفعل. طيب الجملة اللي بعدهم طبعا كلهن اذا يشوفون hardly also always هاي الجمل كلهن اذا تلاحظونها كلهن يجي الظرف دائما يجي الظرف قبل الفعل. خلينا نكتب ملاحظة ولكن اذا كان هنالك فعل كينونة اذا جاك فعل كينونة افعال كينونة از وار وجماعتهم فيأتي الظرف قبل الفعل. يأتي الظرف بعد الفعل. إذن الملاحظة الأخيرة شو تقول؟ هاي الملاحظة اللي قلت لكم عليها. إذا إزو آر وآم وجماعتها نستخدم الظرف وراء. يعني you are always late. are always isn't usually always. فهنا
قاعدة أخرى, if the verb is two more words, إذا الفعل can remember will be the adverb will goes after the first verb. طيب إذا أنا عندي فعل, إذا عندي فعل, فعل مساعد وفعل رئيسي, طبعا هو نفس الشيء حقيقة, هو الظرف يجيني وراء الفعل المساعد. شوف هنا are will, يعني can never doesn't usually drive. إذن خلينا نكتب ملاحظة هي نفس الملاحظة اللي أخذناها قبلها, الأفعال المساعدة, الأفعال المساعدة يأتي بعدها فعل ظرف دائما, يعني في الغالب can never, doesn't usually, are definitely, will probably, مثل ما نشوف. اي والله probably دائما يجي ورا وراهم دائما ورا ظرف ورا الفعل المساعد. عندنا all or both يجوني ورا الفاعل, all we all felt are both ورا الفاعل. شوف ورا الفاعل all يجيني ورا الفاعل, هاي ملاحظة. وايضا عندنا الالويز النفر ايضا يجينا ورا الفاعل, هاي قاعده الفعل بشكل عام. هاي بالنسبه لتقريبا هالشغلات المهمه كلش باليونت 110. حقيقه يونت 109 و110 مو كلش تمارين, مو كلش وحدات مهمه, عاديات نقراها نقرايه عاديه وخلاص. واي سؤال او استفسار انا حاضر.